مجلس الشيوخ يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر. القوات الروسية تقصف خرسون والجيش الأوكراني يتصدى لمحاولات اقتحام دونباس شرقي البلاد. مئات الأشخاص يتظاهرون وسط شنغهاي احتجاجاً على إجراءات الإغلاق بالصين لتحقيق سياسة صفر كورونا. 13 بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بحضراتكم. إلى التفاصيل. استنكر مجلس الشيوخ القرار الصادر على البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسة للمجلس اليوم، أكد أن هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى دوما مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة ومحاولة الادعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية. وللأسف الشديد فهي سياسات عفى عليها الزمن وتعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماريا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة داعمة. وهذه الأمور لن تقبل أي دولة حرة بدخولها، لا سيما مصر الأبية. وإذ يستنكر مجلس الشيوخ رافضا بأشد العبارات وأقصى المعاني هذا القرار الذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ذلك الملف الذي يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعا، وهو ما يقود أحقية صدوره ومصداقيته. وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الدولة عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدماه أرضها، فاحتضنت ملايين اللاجئين بغض النظر عن دولهم وأعراقهم. وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أن مصر مستمرة في جهودها لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع المصريين بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، فشعب مصر يسعى للأفضل دائما. We'll be right back.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية إتاحة المزيد من التيسيرات بإجراءات دخول مصر للحصول على الخدمة الصحية من خلال توفير عدد من البرامج السياحية. خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة سبل النهوض بملف السياحة الصحية، أكد مدبولي أهمية العمل على استهداف عدد من الجنسيات لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لهم من خلال مجموعة من المنشآت الصحية المتميزة. كما وجه بتيسير إجراءات دخول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، حيث تمتلك مصر حاليا عددا كبيرا من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المتميزة التي تجذب الكثير من الطلاب من الدول المجاورة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الكبير بمتابعة المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار التي يستفيد منها أعداد كبيرة من المصريين، مؤكدا العمل على ضمان استمرار هذه المبادرة، خاصة أن لها مردودا إيجابيا كبيرا على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف المبادرة وموقف برنامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تمت الإشارة إلى أنه يتم إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال أكثر من 480 مستشفى على مستوى الجمهورية. كما تمت الإشارة إلى أن إجمالي ما تم من إجراءات جراحية منذ بدء المبادرة حتى 23 من نوفمبر الماضي في إطار المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار بلغ 1,300,000 إجراء جراحي في تخصصات مختلفة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية. يأتي ذلك في إطار خطة التدريب القتالي للتشكيلات ووحدات القوات المسلحة باستخدام أحدث أساليب التدريب المتطورة. وأشاد الفريق أسامة عسكر بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مجمع للصناعات يضم هنجرا لإصلاح الدبابات وورشا لصيانة الأسلحة والذخيرة ومعدات الإشارة والمركبات للاطمئنان على الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات. نظمت القوات المسلحة احتفالية لحصول معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي التابع للإدارة الوقود بهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة طبقا للمواصفات الدولية من المجلس الوطني للاعتماد إيجاكا. وألقى اللواء أركان حرب أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأسلحة والإدارات التخصصية للوصول إلى أحدث النظم الفنية والقياسية العالمية تماشيا مع سياسة التطوير والتحديث الشاملة بالقوات المسلحة. وصل فريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء إلى إحدى القواعد الجوية المصرية جنوب مصر لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية تنفيذ عرض الغردقة الجوية 2022 فوق مدينة سهل حشيش في 30 من نوفمبر الجاري. ويشارك فريق السهام الحمراء البريطاني بمجموعة من الطائرات لتنفيذ عروض جوية متميزة بمشاركة فريق النجوم الفضية المصري بالتزامن مع تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان. كما تشارك وزارة الثقافة والسياحة والشباب والرياضة في تنظيم الحدث الذي يلقى صدى واسعا داخل الأوساط السياحية بمدينة الغردقة. بانطلاقة قوية بدأنا وسط أقدم الحضارة وعلى سفح الأهرامات، كان العرض الجوي الأول بيراميدز إير شو 2022، واستمرارا للنجاحات ولأول مرة معا وعلى الأراضي المصرية نقدم لكم العرض الجوي غردقة إير شو 2022 بمدينة سهل حشيش.
بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية. العرض الجوي غردقة إير شو 2022، اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطاني وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصرية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 622 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 825 طن مواد غذائية. في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 33 طنا. وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 725 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 60 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 904 قضايا من بينها 237 قضية خبز ناقص الوزن و248 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودلياك أن زيادة قدرات الدفاع الجوي لبلاده لا تتعلق بالتصعيد بل تهدف لحماية المدنيين من الهجمات الصاروخية. وأشار بودلياك إلى أن حصول أوكرانيا على نظام باتريوت يسهم في تجنب الهجمات الصاروخية الروسية على بلاده. من جانبها عرضت ألمانيا منح بولندا نظام الدفاع الصاروخي باتريوت هذا الأسبوع في أعقاب سقوط صاروخ على أراض حدودية بولندية قرب أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 2. أعلنت كييف أن القوات الروسية نفذت 54 قصفا على منطقة خيرسون خلال 24 ساعة الماضية مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 2. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إنها تصدت لمحاولات تقدم روسية قرب 5 مواقع في دونباس شرقية أوكرانيا. ولم تكشف هيئة الأركان الأوكرانية المزيد عن طبيعة الهجوم ونتائجه. قتل مدنيان وأصيب 2 آخران جراء قصف أوكراني استهدف عدة مناطق في دونيتسك ومناطق أخرى. وسقط نحو 30 قذيفة على عدد من الأحياء السكنية مما أسفر أيضا عن تضرر بعدد من المنازل وكنيسة وخط أنابيب للغاز. ومن جهة أخرى أصيب مدني في لوهانسك جراء استهداف القوات الأوكرانية إحدى البلدات. ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير استخباراتي أن القوات الروسية تسعى إلى التقدم في اتجاه مدينتي بافليفكا وفوليدار في منطقة دونيتسك، ولكن من غير المحتمل أن تتمكن من الاستيلاء على ما تبقى من منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها أوكرانيا. وأوضح التقرير البريطاني أن جنوب ووسط منطقة دونيتسك كان مسرحا لقتال عنيف خلال الأسبوعين الماضيين دون أن تحقق موسكو تقدما يذكر، مشيرا إلى أن تكبد مشاة البحرية الروسية تكبد خسائر فادحة خلال المواجهات. توقعت الأرصاد الجوية الأوكرانية تساقط الثلوج بغزارة في العاصمة كييف بعد انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، بينما لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون في المدينة والمناطق المحيطة بها بلا كهرباء وتدفئة. وقالت شركة أوكرينيرجو لتشغيل شبكة الكهرباء إن منتجي الكهرباء تمكنوا من تغطية 3/4 احتياجات الاستهلاك فقط، مما استلزم فرض قيود وانقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.
البلاد. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن 6 ملايين شخص انقطعت عنهم الكهرباء بعد أحداث عملية قصف روسي الأسبوع الماضي، بما ألحق أسوأ أضرار حتى الآن بأوكرانيا وأدى إلى ترك الملايين بلا كهرباء أو ماء أو تدفئة. قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك إن بلاده ستنفق 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في العام المقبل وسط استمرار الأزمة الأوكرانية. وأضاف بلاشاك أنه على الرغم من الحرب في أوكرانيا، فإن الميزانية العسكرية الإجمالية لدول الناتو أقل مما كانت عليه في التسعينيات، على الرغم من وجود عدد أكبر من الدول الأعضاء في الحلف. وأوضح بلاشاك أن ثلث الدول الأعضاء في الناتو أوفت بالحد الأدنى للإنفاق المطلوب والبالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي تم الاتفاق عليه في 2014. ووصف الوزير شراكة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أنه تم تعزيز التعاون الثنائي بين بولندا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى دول أخرى في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية في السنوات الأخيرة. قالت شركة غاز بروم الروسية إنها ستشحن 42 مليون و 600 ألف متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، وهو مستوى مماثل للأيام الأخيرة. كانت غاز بروم، وهي أكبر منتج للغاز في روسيا، قد أكدت أن إنتاجها وصادراتها من الغاز وصل الهبوط، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 19.2% والصادرات بنسبة 43.4% خلال الفترة بين أول يناير والخامس عشر من نوفمبر الجاري. وانخفضت صادرات غاز بروم وبالتالي إنتاجها بعدما قللت الشركة أو أوقفت إمداداتها إلى بعض أكبر عملائها الذين رفضوا التحول إلى الدفع بالروبل. وضعت الجهة التنظيمية المسؤولة عن شبكة الغاز في ألمانيا سلسلة مؤشرات لمراقبة الإمدادات إلى البلاد خلال الشتاء، خاصة مع تواصل أزمة الطاقة العالمية. تشمل المؤشرات التنبؤات بدرجات الحرارة واستخدام الغاز وفقا لها ومعدل التخزين والوضع في البلدان المجاورة. مع اقتراب شبح شتاء قارس البرودة في أوروبا، وضعت الجهة التنظيمية المسؤولة عن شبكة الغاز في ألمانيا سلسلة مؤشرات لمراقبة الإمدادات إلى البلاد في ظل تواصل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على القارة العجوز. وكالة الشبكة الفيدرالية للغاز في ألمانيا أكدت أن قيم تلك المؤشرات سوف تمثل عاملا أساسيا في تحديد ما إذا كانت البلاد تواجه حالة طوارئ أم لا، حيث تشمل المؤشرات التنبؤات بدرجات الحرارة ومعدل التخزين والوضع في البلاد المجاورة. إلى ذلك تعتزم ألمانيا تطبيق سقف لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والمنازل خلال العام القادم، مع سعيها لاحتواء تداعيات التحركات الروسية والرامية إلى خفض إمدادات الطاقة. وفقا لمسؤولين حكوميين، فإن حزمة الإجراءات التي ستكلف الحكومة قرابة 54 مليار يورو ستدخل إلى حيز التنفيذ في الأول من مارس القادم، وستقدم دعم لمستهلك الغاز بأثر رجعي لشهري يناير وفبراير. تنص آلية كبح أسعار الغاز على نيل الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة حدا أقصى لسعر الغاز يبلغ 12 سنتا للكيلو وات في الساعة مقابل 80% من استهلاكها المعتاد. في المقابل سيسدد المستهلكون أسعار الغاز بنسبة 20% المتبقية من الاستهلاك، ويسعى أكبر اقتصاد في أوروبا لتأمين إمدادات الغاز في هذا الشتاء مع تحسين مستوى تخزين الغاز في ألمانيا والذي امتلأ الآن بنحو 99%، لكن يظل اقتراب موجة البرودة اختبارا صعبا لنظام الطاقة الألماني. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية. دكتور محسن بعد التحية،
أزمة الطاقة ما زالت مستمرة في أوروبا والعالم كله منذ بدء الأزمة الأوكرانية، بالرغم من أن أوروبا بالفعل استطاعت تدبير جزء كبير من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ورغم أن غاز بروم يعني استأنف صادراته من الغاز الطبيعي إلى أوروبا. برأيك كيف ترى السيناريو المقبل في مسألة أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي؟ ست كل تحية ليكي وتحية لكل إخواتي وأخواتي من الشعب المصري. مشكلة لن تنحل، مشكلة الغاز والمشكلة بتاع ارتفاعات الأسعار وارتفاعات الطاقة، إلا بحل سلمي مع روسيا. عامة دلوقتي الروس بدأوا يزودوا جزء من الغاز، لان في زي ما العالم يعرف في بعض بدات بعض المفاوضات السياسيه اللي هي من تحت الترابيزه لحل المشكله بتاعه اوكرانيا، وبالذات بين روسيا بعض العسكريين الروس وبعض العسكريين الامريكان. على العموم الغاز النهارده في نقص خطير في الغاز، لان أمريكا أدت كميات كبيرة تم توفيرها من الشرق الأوسط، وبالذات من قطر ومن الإمدادات اللي عملتها مصر من خلال الخط الأنابيب الغاز اللي راح لأوروبا. ألمانيا في مشكلة خطيرة، لأن هي أكبر دولة صناعية موجودة في أوروبا. الأوريدي الألمان خفضوا الغاز، وخصوصا الشركات الكبرى الصناعية خفضت حوالي الغاز بنسبة 10% عندها، إنما ده مش كفاية. نتيجة التخفيض دوت هو قلل ساعات العمل، وبالذات العمالة اللي موجودة بدأوا يخففوا من العمالة. الحكومة الألمانية لقت نفسها في خطر هنا خطير، لأن عندها تضخم اقتصادي عالي وصل ما وصلش من حوالي 40-50 سنة. مع التضخم الاقتصادي في بدا يبقى في ركود اقتصادي يظهر بشكل كبير في السوق الاوروبي والسوق الالماني بالذات، ونتيجه ان الاسعار الطاقه هي كومبوننت من اهم الكومبوننت في حساب دكتور محسن. في المقابل، هل تستطيع روسيا تحمل خساره السوق الاوروبيه، وهل تستطيع السوق الاسيويه استيعاب صادرات النفط الروسيه؟ دي الكميات طبعا السوق الاسيوي مش هيقدر يستعاب الوضع ده. بالطبع في خساره بالنسبه للسوق الروسي، ان هو ما بيمولش لاوروبا، واوروبا مقتنعه مع دي. في نفس الاتجاه برضو اوروبا عندها مشكله، لان هو السلطان بيستخدموا غاز بكميات كبيره، لان البرد بيبقى قاسي قوي في اوروبا. تمام. والكفاية فبدأت النهاردة تحصل بعض المفاوضات، ونتيجة لهذا أن المشكلة الكبيرة كمان أن النهاردة ضرب ستريم 1 وستريم 2 تمام هو قلل الوضع، ولسه لحد النهاردة ما الإصلاحات لم تكتمل ولم يقوموا بها الروس لتصليح ده، لأن الروس بيطلبوا من ألمان وأوروبا أن تصلح ده، لأن الروس بتتهمهم أنهم هم اللي فجروا الخطوط. طيب، مع عدم وضوح رؤية في الأفق في مسألة حل الأزمة الروسية الأوكرانية، هل يستطيع الاتحاد الأوروبي التعويل على الدول المصادر الموثوق بها كالولايات المتحدة مثلا، أو الجزائر ومصر وقطر أو النرويج في توفير الغاز الطبيعي؟ لن يستطيعوا بتوفير، هو المشكلة دي مشكلة وقتية عندهم، فبيستعملوا ده في الوضع. دي دول صناعية بتعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز اللي هو اللي جاي. روسيا مصدر مهم أساسي تمام لاكتفاء الغاز عندهم. الجزائر ومصر والشرق الأوسط غير كافي بالكامل لزيادة الحجم، أو اللي هو تغطية الحجم الصناعي اللي موجود فيها. كمان في ارتفاع خطير في الأسعار حصل، يعني أنت بتبصي أن الغاز السبوت برايس بتاعت الغاز اللي هي كانت في شهر أكتوبر اللي فات دي
اللي هو اكتوبر او 21 سنه 21 كان بحدود حوالي 100 يورو. النهارده الغاز تمام السبوت غاز اللي هو 100 يورو باي ميجا وات اور اللي هو طالع بالميتر بير داي. دلوقتي الميجا وات باي اور طلعت النهارده ل 240 يورو. فاسعار جنونيه، اسعار بتاثر تاثيرات خطيره على الصناعه على الاقتصاد تمام. وهتزود البطاله اللي موجوده. الاخرى الدول الاوروبيه بدات تعمل ايه؟ بدات تحط ايديها في الاحتياطي بتاعها. النهارده بتحاول تاثر على الاسعار او تحجم الاسعار، والمانيا بداتها اوريدي، لان المانيا عندها مشكله اقتصاديه كبيره سببتها المشكله السياسيه بتاعتها. اللي فيها. اشكرك جزيل الشكر دكتور محسن السلموني استاذ الاقتصاد بجامعه لندن للعلوم الاقتصاديه، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر إن رواتب القطاع العام في البلاد لن تكون قادرة على مواكبة التضخم المرتفع، بينما تواجه البلاد موجة من الاضطرابات العمالية وتنتشر الاضطرابات، وذلك عبر شبكة النقل البريطانية. وفي الأسبوع الماضي أعلنت نقابة كلية التمريض الملكية البريطانية عن موعد الإضراب الأول لأعضائها منذ أكثر من 100 عام، وذلك على خلفية تسجيل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا لأعلى مستوياته في 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر الماضي. رجح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جابرييل مخلوف أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدلات أصغر العام المقبل إذا ما ظهرت حاجة لمزيد من الزيادات. بدأ المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو، وتتوقع الأسواق زيادة تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس في اجتماع البنك في 15 من ديسمبر المقبل. ورغم أن صناع السياسات كانوا متمسكين بمزيد من الرفع للمساعدة في خفض التضخم، فقد أظهر محضر اجتماعهم الأخير أنهم غير متفقين بشكل كامل على وتيرة رفع الفائدة. وصف الرئيس الجديد للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة خوسيه ساليزار، وصف الركود الذي تعاني منه دول المنطقة بأنه أسوأ من الموجة الحادة التي تعرضت لها خلال الثمانينيات من القرن الماضي. ودعا المسؤول الأممي القادة الوطنيين إلى تركيز جهودهم على النمو وتوزيع الثروة بشكل عادل، لافتا إلى أن المنطقة تضررت بشدة من تداعيات وباء كورونا وسجلت أكثر من ربع إجمالي الوفيات الناجمة عنه حول العالم. شهدت الشركات الصناعية الصينية الكبيرة المزيد من التراجع في الربح الإجمالي في الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين مع تزايد تفشي فيروس كورونا وفرض المدن قيودا جديدة لمكافحة الفيروس، وهو الأمر الذي أثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأرباح الصناعية هبطت 3% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 على أساس سنوي. وعكست البيانات القائمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة في سداد الديون في قطاع العقارات وتراجعا حادا في إنفاق المستهلكين. قال رئيس الوزراء الماليزي الجديد أنور إبراهيم إن الحكومة تراجع برنامج الإعانات بهدف توجيه الأموال للفئات محدودة الدخل وسط التركيز على معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة في وقت يتباطأ فيه النمو. ويواصل رئيس الوزراء الماليزي خطوات الحكومة السابقة التي اقترحت الشهر الماضي ميزانية أصغر مع خفض الدعم بسبب ارتفاع تكاليف السلع الأولية وتأثير ذلك على المالية العامة. وتشير التقديرات إلى أن حجم إنفاق ماليزيا هذا العام على الإعانات بلغ 17.4 مليار دولار. تابي سايا مسيح مراسا
وافقت حكومة فنزويلا والمعارضة على إنشاء صندوق تديره الأمم المتحدة لتمويل برامج الصحة والغذاء والتعليم للفقراء. هذا وخففت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض العقوبات النفطية على فنزويلا في محاولة لتعزيز المحادثات المستأنفة حديثا بين البلدين. وتم توقيع الاتفاق في مكسيكو سيتي من قبل ممثلي الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بهدف إيجاد مسار مشترك لحل الأزمة التي تعيشها فنزويلا. انتشرت الاحتجاجات في عدة مدن صينية ضد إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، ودفعت السلطات الصينية بقوات الشرطة في أماكن الاحتجاجات لمنع انتشارها في وقت تكافح فيه البلاد موجة جديدة من انتشار الفيروس. تزايد في الإصابات واحتجاجات على القيود، صراع تواجهه الصين أمام موجة جديدة من التفشي لفيروس كورونا. لليوم الرابع على التوالي سجلت الصين ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا الجديدة، فلجنة الصحة الوطنية أعلنت تسجيل 39,791 إصابة، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 307,000 حالة. اللجنة الصحية الصينية أشارت أيضا إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 5,233 وفاة. مدينة شنغهاي شهدت احتجاجات ضد قيود كورونا، خاصة بعد حدوث حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد، وأثيرت تكهنات بأن السكان لم يتمكنوا من الهروب في الوقت المناسب لأن المبنى كان مغلقا جزئيا، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص. وتواجه الصين زيادة في الإصابات التي أدت إلى عمليات إغلاق وقيود أخرى في المدن في جميع أنحاء البلاد، حيث تلتزم بكين بسياسة صفر كورونا حتى في الوقت الذي يحاول فيه معظم العالم التعايش مع فيروس كورونا. أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده تعتزم امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، وذلك خلال احتفال بإطلاق صاروخ جديد عابر للقارات. يأتي ذلك فيما بلغ التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ. لا تكاد التوترات في شبه الجزيرة الكورية تخبو حتى تعود من جديد وبشكل أقوى. أحدث حلقات تلك التوترات جاءت خلال احتفال بإطلاق صاروخ هواسونغ 17 الجديد العابر للقارات، والذي أطلق عليه المحللون العسكريون اسم الوحش، ووصفته بيونغ يانغ كأقوى سلاح استراتيجي في العالم. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أكد خلال حفل الإطلاق أن الصاروخ يشكل قفزة هائلة في تطوير تكنولوجيا تركيب رؤوس حربية نووية على صواريخ باليستية، لافتا إلى أن الهدف من تطوير قوة نووية يتمثل في حماية كرامة الدولة والشعب. يأتي إطلاق صاروخ هواسونغ 17 الجديد فيما بلغ التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ، وفي وقت عززت فيه سول وواشنطن وطوكيو التعاون العسكري والمناورات المشتركة. هذا وأعلنت كوريا الشمالية في سبتمبر أن وضعها بوصفها قوة نووية هو أمر لا رجوع فيه، لتغلق بذلك نهائيا الباب أمام أي مفاوضات بشأن نزع سلاحها، كما توعدت الولايات المتحدة برد نووي حال وقوع هجوم يستهدف أراضيها. من جانبها تتوقع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن تجري بيونغ يانغ قريبا تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها والأولى منذ 5 سنوات، ليبقى الباب مفتوحا على كل الاحتمالات. بدأ الاهتمام يتحول إلى الانتخابات الرئاسية التي تجرى في تايوان في عام 2024 بعد الهزيمة التي تعرض لها الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات المحلية. وفاز حزب المعارضة الرئيسي الذي يدعم إقامة علاقات وثيقة مع الصين، لكنه ينفي بشدة أن يكون مؤيدا لبكين في ظل التوترات المتبادلة بين البلدين. نتائج الانتخابات لم تأتي كما توقعنا، أتحمل كل المسؤولية
وأستقيل فورا من رئاسة الحزب الحاكم. هكذا أعلنت رئيسة تايوان سي إن غوان استقالتها من زعامة الحزب، استقالة تأتي عقب تكبد رئيسة تايوان لخسارتها في الانتخابات المحلية، ورسخ حزب المعارضة والمقرب من بكين من موقعه. الصين على الفور قالت إن نتائج الانتخابات المحلية في تايوان كشفت أن التوجه الرئيسي للرأي العام في الجزيرة هو للسلام والاستقرار وللحياة الهانئة. كان الناخبون قد أدلوا بأصواتهم لاختيار رؤساء بلديات وقضاة ومسؤولين آخرين في 22 مدينة ومقاطعة في الانتخابات، والتي اعتبرتها رئيسة تايوان في وقت سابق فرصة لإظهار تصميم تايوان وعزمها على الدفاع عن الحرية والديمقراطية للمجتمع الدولي في وقت تشدد فيه بكين من الضغوط على الجزيرة. غير أن الحزب التقدمي الديمقراطي بزعامة تساي خسر 4 بلديات رئيسية من 6 بلديات شملتها الانتخابات، منها العاصمة طيبيع. في تلك الأثناء تعهد حزب كي ام تي المعارض والذي رسخ علاقاته مع الصين عندما كان في السلطة، وتعهد بالعمل جاهدا للحفاظ على السلام في المنطقة، وذلك لدى إعلان رئيسه الفوز في الانتخابات المحلية. تأتي تلك الانتخابات في وقت زادت فيه حدة التوترات بين الصين وتايوان باعتبار الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضي بكين وينبغي استعادتها. بلغت التوترات أعلى مستوياتها منذ سنوات في أغسطس عندما أجرت بكين مناورات عسكرية ضخمة في محيط تايوان احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تضامن المنظمة مع شعب وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، لافتا إلى أن الهجمات التي استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. ودعا غوتيريش سلطات أفريقيا الوسطى إلى عدم ادخار أي جهد في سبيل تحديد هوية مرتكبي الهجمات الأخيرة والتي أسفرت عن مقتل جندي حفظ السلام، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة فتحت تحقيقا لتحديد الحقائق الكاملة المحيطة بوفاة الجندي. انتخب رئيس غينيا الاستوائية تودورو أوبيانغ بولاية رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات بحصوله على 94.9% من الأصوات. ويحكم أوبيانغ البالغ من العمر 80 عاما البلاد منذ عام 1979، ويواجه نظامه باستمرار اتهامات من منظمات غير حكومية دولية وعواصم غربية بقمع المعارضة والحراك السياسي. ارتفعت حصيلة إطلاق النار في مدرستين بولاية إسبيريتو سانتو في البرازيل إلى 4 قتلى، وذلك بعد وفاة مدرسة. وأعلنت السلطات أن 11 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، من بينهم 3 مدرسين وطالب. وقلما تشهد البرازيل عملية إطلاق النار في المدارس على الرغم من المستويات العالية من الأنشطة المرتبطة بحمل السلاح في البرازيل. قامت القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بتقديم الخدمات الطبية إلى 1198 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان في قرية كفر صنباط بمركز زفتة. وتم خلال القافلة زراعة 50 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، إضافة إلى محو أمية 15 مواطنا. كما شهدت القافلة محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ. أقامت مؤسسة حياة كريمة احتفالية كبرى بالتعاون مع محافظة المنيا لتسليم 100 جهاز عروسة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة، وذلك ضمن مبادرة يدوم الفرح والتي يتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد محافظ المنيا أن مبادرة حياة كريمة لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصري. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثامنة من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 10,000 مستفيد. ويأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 574 عنصراً إجرامياً ومصرع 7 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 306 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 93 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1189 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش إسنان جرينوف، 205 بندقية، 102 بندقية آلية، و55 مسدسا، و824 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و160 خزينة، إضافة ل1404 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 559,117 حكماً قضائياً، من بينهم 2,313 حكم جناية و 200,714 حكم حبس و 274,866 حكم غرامة و 81,224 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 11 تشكيلاً عصابياً ضموا 35 متهماً قاموا بارتكاب 31 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 67 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة
وضبط مرتكبوها بإجمالي 96 متهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1555 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 1780 متهماً، من بينها قرابة 285 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 496 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 73.5 كيلوغرام، وضبط حوالي 20.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى حوالي 34.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 16258 قرص مؤثر و18 مليون و364 ألفا و194 قرصة ترامادول مخدر، وعدد 37063 قرصة كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 1,518 مليون جنيه. كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 24 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر أصبحت أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب من الطلب على الغاز الطبيعي للأسواق الأوروبية، حيث قامت بتصدير نحو 7 ملايين طن غاز طبيعي مسال العام الماضي و80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي، ترتفع هذا العام إلى نحو 8 ملايين طن. وخلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز في مصر، أوضح الملا أن ما حققه قطاع البترول من نجاحات جاء نتيجة العمل على برنامج متكامل بالشراكة بين كيانات القطاع التابعة للدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية وبدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. في سوق المال، أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين والأجانب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 855.9 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقاط. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبه 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطه. مزيد من المتابعه انضموا لنا عبر الهاتف الاستاذ حسام عيد خبير اسواق المال. استاذ حسام، بعد التحيه، كيف تقيم اداء السوق اليوم وابرز القطاعات الرابحه؟ أنا وسام بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. زي ما تابعنا كده في جلسة النهاردة، شفنا فيه استكمالا للأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي الـ EGX 30، واستطاع ونجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 13000 نقطة الذي تم فضه يعني في مارس 2020 عام جائحة كورونا والتي ألقت إصدارها على الأسواق المالية بصفة عامة. ولكن استطاع المؤشر بجلسة اليوم بالإغلاق على مستوى المقاومة الرئيسي وهو 13000 نقطة بصعود قدره 230 نقطة، أغلق عند مستوى 13009 تحديدا، وده كان مدفوع بعمليات شراء وأداء إيجابي للأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح مراكز المالية بالأسهم القيادية. ده الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الهام جدا 13000 نقطة والإغلاق والاستقرار أعلاه بنهاية التداول. طيب أستاذ حسام، توقعاتك لباقي جلسات الأسبوع؟
يعني استقرار المؤشر الرئيسي على مستوى الدعم الرئيسي 13000 نقطة إن شاء الله يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الثاني وهو 13200 مدعوما ومدفوعا باستمرار نشاط الأسهم القيادية والأداء الإيجابي أيضا واستمرار اتجاه المؤسسات المصرية والأجنبية بالشراء وفتح المراكز المالية وضخ السيولة بالأسهم القيادية التي يعني شهدت تراجعات يعني كبيرة جدا وسجلت مستويات أسعارها انخفاضات كبيرة بالنصف الأول من العام الجاري وده اللي دفع المؤسسات بشراء وفتح مراكز مالية بالأسهم القيادية بمستويات الدعم الرئيسية وده اللي انعكس إيجابا بعد انتهاء فترة التجميع الطويلة جدا التي استمرت حتى مطلع أغسطس الجاري بالعام الجاري وده اللي دفع المؤشر لاستعادة مستوى مقاومة هام جدا هو 13000 نقطة وإن شاء الله نشوف استهداف في مستويات المقاومة التالية 13200 ثم اختراق هذا المستوى والاستقرار عليه نشوف استهداف للمؤشر الرئيسي لمستوى المقاومة 13600 إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال. وبهذا نصل لكم إلى ختام هذه النشرة، عودة للتذكرة بأبرز العناوين. مجلس الشيوخ يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر. القوات الروسية تقصف خرسون والجيش الأوكراني يتصدى لمحاولات اقتحام دونباس شرقي البلاد. مئات الأشخاص يتظاهرون وسط شنغهاي احتجاجاً على إجراءات الإغلاق بالصين لتحقيق سياسة صفر كورونا. نهاية النشرة، شكراً للمتابعة. دمتم في أمان الله.